الخير عليكم متابعينا. مساء النيل الجميل الدفاق، مساء نتمنى أن يعانق فيه النيل الخضرة حتى يعود السودان الحبيب سلة غذاء العالم. مساء الخير عليكم أمسية الأربعاء، فيها الكثير من الفقرات المتعددة والمتنوعة. سعيدة جدا أني أذكر سمع مع صديق. صديق مساء الخير. مساء الخير عليك مهاد، مساء الخير على كل السادة المشاهدين اللي بنملون عبر المساء الجديد. كان عليكم مجموعة من المحطات والفقرات المختلفة في انتظار الجميع، أهلا بكم. فقرتنا الأولى متابعينا مع منظمة دعم المرضى. وفي الفقرة الثانية جميل الحروف. مشروع إسكان الأطباء متابعينا هو الفقرة الأخيرة. إذن كل هذه الفقرات والمزيد تأتيكم فقط عبر شاشة قناة النيل الأزرق، فأهلا ومرحبا بكم عبر هذا المشوار الجديد الذي يمتد بكم ومعكم على الهواء مباشرة، فأهلا بكم.